بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفينة الأناضول TGV التركية تعتبر أكبر سفينة حربية تصنعها تركيا محليا، بعد أن بدأت بذلك قبل 4 أعوام وخرجت بنجاح من الاختبارات في يوليو 2020، ومن المتوقع أن تبدأ مهامها اعتبارا من العام القادم 2023. فقد أعلن رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير أن القوات البحرية تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TGV أناضولو نهاية العام الحالي. وأجرى ديمير السبت جولة تفقدية في ترسانة توزلا بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل فيها أعمال تصنيع سفينة TGV أناضولو. وفي تصريحات أدلى بها قال ديمير: TGV أناضولو ستكون أكبر سفينة حربية في تركيا، وتوجد 12 دولة فقط في العالم لديها سفن بهذا الحجم. وأكد أن السفينة الهجومية ستعزز قوة البحرية التركية، وأنها ستصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي الناتو، وستضفي قوة على قوته. وأشار إلى أن السفينة المحلية ستدخل الخدمة لدى البحرية التركية بحلول أواخر 2022. وأوضح أن طول TGV أناضولو 231 مترا وعرضها 32 مترا، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27,000 طن. وأشار إلى استمرار الجهود مع شركة بايكار لتحويل TGV أناضولو في المرحلة التالية إلى سفينة عليها مدارج يهبط عليها وتقلع منها مسيرات مسلحة لتكون الأولى في العالم. وتحتوي سفينة الأناضول التركية على 11 طابقا بأحجام مختلفة، كما تحتوي على مسبح بمساحة 165 مترا مربعا، فضلا عن 6 مدرجات لهبوط الطائرات ومنصات إقلاع أيضا. كما ستكون السفينة التركية العملاقة قادرة على حمل المركبات القتالية وذخائر الدعم اللازم نحو مناطق الصراع، دون الحاجة إلى الاعتماد على قواعد الدعم الرئيسية فحسب، كما يمكن استخدام السفينة في جميع البحار. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا ورئيسها وأن يوفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.